نكمل يا جماعه. امير باب القصه دي دور شويه اطفال، حصل التصادم طياره وقعوا من قرب جزيره كده. المهم عاموا لغايه الايه الشاطئ، بداوا ان هم يكونوا فريقين، تمام؟ فريق عايز يقعد، فريق عايز ايه يمشي. طبعا قعدوا اول فتره من غير بقى لا ابهات بقى تقول لهم ذاكروا ولا اعملوا ولا اي حاجه خالص، فكانوا مبسوطين في الاول بالموضوع ده. بعد كده لهم لا ان الموضوع ايه صعب جدا، تمام؟ وفي ناس ماتت وحوارات كده. دلوقتي انصحكم بيه يعني I recommend this film. Lord of the Flies is an adventure story، قصة مغامرة. It's by the British writer William Golding. It's about some school boys، طلبة مدرسة، who have to live on an island after their plane lands in the sea. الطيارة بتهبط على الايه؟ البحر، يعني بتصطدم يعني. طبعا. And the pilot dies. How will the boys live on the island? And will they escape? وهيهربوا ازاي؟ I thought the action was exciting and many برضو ده ريفيو. I thought the action was exciting and many amazing things happened to the boys. My favorite part was early in the story when the children enjoyed their time on the island. But in my opinion, some of the children are horrible and I didn't like them. حبيتهمش. I recommend the book because it makes you think about what it's like to live only with other children. هيخليك يعني تفهم ازاي تعيش بس مع شوية أطفال. هتلاقي اللي بيخاف، هتلاقي اللي عايز يعمل نفسه زعيم، فاهم؟ هتلاقي اللي عايزك يعني تدخل جيبه، حاجات كده. But it's not a very happy story. تعالى بقى عندي adventure. Adventure بمعنى مغامرة. Adventure book ممكن أجمعها بقى بمعنى مغامرات. An adventure يبقى أنا ممكن أستخدمها كصفة adventure story أو adventures مغامرات. ماشي. فبيقول لي علي لايكس، مين ما قالش أونلاين يا جماعة؟ منا قالت، ملك النشار قالت، تسنيم. طيب يلا يا حلا علي لايكس. طبعا ما فيش حاجه اسمها ادفنتشر، دي شيل الا. ادفنتشر بس، ادفنتشر ستوريز. لا سوري علي لايكس، لا ادفنتشرز. علي لايكس ادفنتشرز المغامرات. ادفنتشر اللي انت اخترتيها دي صفه. عمر لايكس اي ستوريز ادفنتشر بس بقى. ادفنتشر ستوريز مستر. ايوه مش فاهم الفرق. مش ايه؟ مش فاهم الفرق. طب انت رحتي مثلا مكان معين فقمتي بالعديد من المغامرات، تمام؟ يبقى ساعتها هتقولي مغامرات ديت اسم، صح؟ فتقوليها ادفنتشرز، صح؟ أو an adventure. أنا عملت مغامرة، عملت مغامرات. إنما عايزة تقولي الرحلة كانت رحلة مغامرة. يبقى مغامرة هنا مش اسم، دي جاية صفة. فما بيجيش معاها أو an بقى، فبقول adventure بس. Adventure بس، زيها زي happy. صفة. أو الهابي بوك مثلا، يعني هابي بوك مثلا، فأدفنتشر بوك. هل أجمع هابي تبقى هابز؟ لا خلاص يبقى هي دي صفر. إنما لما أقول مثلا إيه؟ أن أدفنتشر، كلمة أهو أن أدفنتشر دي معناها إيه؟ مغامرة. جمعها ايه؟ مغامرات. اجمعها ازاي؟ adventures. يبقى تستخدم كصفه وكاسم. بعد كده star
ممكن ستار معنى نجم في مجال مثلا، او في فيلم، او في لعبه، حاجه كده يعني، ماشي، او النجم اللي هو في السماء. يبقى ده مريم، ذا ستارز. ليه؟ لانه بيقول لي ار شاينينج. محمد صلاح از ا فوتبول ستار. بس بعد كده ملك طبعا. بارك وبارك، بارك بارك، بارك اللي هو المتنزه او يركن العربيه، بارك ده اللي هو ينبح، وفي بريك يفرمل. ايه؟ طبعا هي اللي بتيجي في الامتحان، الحاجات دي هي الامتحان. We are playing in the park. Don't take your car here. It's not allowed. Park برضو. Dogs A. طبعا broke ديت يا كسرة يا إما مفلس. فلس مفلس. Dogs A. When they see strangers. Bark. ينبح. سارة. Scary طبعا ده الشكل، انت لما تشوف حد فهي looks scary، يبدو مخيفا، هو اللي يبدو مخيف، انما انت احساسك ان هو you are scared، انت خائف، equals frightened. Annie doesn't like scary films. Scary films. Annie feels scared when he... يشعر بالخوف. I'll eat my friends to my family party. Invite. Alice in Wonderland is a or an film. It's exciting. Adventure. بعد كده هو الحفظ كان ايه؟ الحفظ يا جماعه هيبقى 5 و 6، احنا لسه هنكمل الحصه. والهوم ورك من اول ايه؟ 61. يعني احنا من اول 61. ماشي مستر، احنا لسه ما خلصناش صح؟ من 61 لما نوصل لها بقى. دي بس لا هتاخدوا دي ودي 60 و61. Alice in Wonderland. قلنا adventure. يلا هيما. Yesterday I heard that a kangaroo escaped. أحمد حلمي is a A. I love him so much. Star. Zuz. A knot is a large park with machines to ride on. Restaurants. Theme park. Six. A means the things that happen in a film. Actions. Jamal. There is a great A from the top of the tower. View. Not should all our plastic to use again. We المفروض should بعدها النقط ها. Recycle. يعني بعد should النقط. Omar. A knot is able to stop fires. Firefighter. The dinosaurs look A, they are very big and dangerous. Scary. هو سعيد غايب صح؟ حضرش من بعيد. I feel worried when the plane lands. His new sculptures looks real. شكله حقيقي واقعي. You should give your ideas to your class. يلا طيب. You should give present. يقدم. قدم. The new books A us more information. لا give us ماشي.
Give us move. Give us. I hope to make a film. الاقتراح خدناه. ايوه الاقتراح. Would you like to? I'd like to invite you. ماشي استخدام would like يا جماعه في الاقتراح يا اما عن طريق سؤال اقول لك would you like to come tomorrow او عاوز ادعوك مثلا فاقول لك كده I would like to invite you او الطريقه very polite بقى I was wondering كنت اتساءل if you would like to احط قبل يعني would like حطها في جملة if كده وقبلها I was a I was wondering كنت أتساءل ده صيغة مؤدبة جدا دي ها ماشي sounds great ماشي برضو خدنا شال والفاعل والمصدر خلي بالك would you mind دي قلناها would you mind opening هل تمانع يبقى do ومايند أو would ومايند في الحالتين هجيب مع mind ing تمام وقلنا في الإجابة دي بيج كام دي 59 I was wondering if you would like يلا يا منة يلا يا منة أيوة مستر يلا هتبقى كم would you like to come بعد would like يا منة يجي to ومصدر to A you like to see a film of little women of course يلا يا منة Would you like to? ماشي يا من أبو عجور. AI bring some table tennis balls. Shall. Not you bring me fruit juice. ايه would would لا could 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 طلب المؤذى بستخدم could مستر الصوت بيقطع يبقى الحمو بعد كده I wonder if you a tell me what a star is made of مين يا جماعه اللي عليه الدور يا جماعه تسنيم يلا يا تسنيم I wonder if you could طلب المؤذب يا جماعه بستخدم could طلب المؤذب بستخدم could استخدم could I'd like to know if you a your job if you like احمد حسام ميدو طب بس معلش هو فوق كان مكتوب وود فانا قلت ويل عشان مش عارفه بس هو يعني فوق وود بقاش وود دي فوق فين في التشوز في التشوز كانت وود مع لايك لايك اخذت وود انما في الطلب في الطلب المؤذب قلنا بنستخدم كود Could you bring me? هل تستطيع أن تجلب لي? Do you mind if I ask you some questions if I ask? أحمد حسام. أبقى أسك يا مستر. ما أنا حلتها. قولي اللي بعدها. Eight. I wonder if you could. Carry. Carry. اللي هي ING. اه طبعا اوف كورس
هلا كاري يا مستر، كاري يا مستر، كاري يا مستر، كاري يا مستر، كارينج يا ابني. كارينج يا مستر، واثق في المستر انت جامد قوي. طب ايه اللي بعدها؟ I like to invite you to my birthday party. I would. Would. طبعا would you. يلا يا محمد احسان. ايوه يلا حبيبي. Like. طب وبالنسبة لتو؟ دكتورة. ايه؟ مش هي would like to؟ ده سؤال. طب ما انا عارف ده سؤال. ايه ما انا عارف. يعني تو اللي هو حاطها لي دي اعمل فيها ايه؟ مش احنا قلنا would you like to؟ ما هي في تو ورا اهي. في تو ورا هي يا صاحبي كده، يبقى انا اكتب لايك بس. ماشي. What time should I eat? Come. Thank you. Malak. Shall I? Malak. Malak. Ana mista. Aywa Malak. Shall I bring some? Shall I bring? Bring. Which play would you like? To watch. To watch. Marcelino, shall I? Bring. ماشي. لا اللي بعدها. Bring. Would you? Would you mind a me to lend? To lend. To lend. To lend. لا. ايه يا مستر الرسمة دي طبعا. غلط. ليه؟ كده. Mind قلنا بيجي بعدها ايه؟ lending. lending. ايوه lending. ما خدتش بالي. يبقى خد. I owe you some tea if you like. انا لا خلاص بقى. تسنيم يلا يا تسنيم. انا حليت يا مستر. حليت. طيب انا اسف اني اسف. حبيبه. أيوة يا مستر. يلا. I will get. I will get. أجيب لك شاي لو عاوز. Could you open. Open. شكرا يا جماعة. اتنا فضلوا. 61 يا مستر. 61. 61. 60 و61. ماشي. ينفتح مستر. مش أيوة فارقه مستر. انا بس عشان المزاج مش معايا وانا مش عارفه بصراحه يعني هجيبها امتى ولا هجيبها ازاي. انا قلت لك يا حبيبي انا ابعتها لك القاهره. يا حبيبي ازاي مثلا ابعتها لك القاهره؟ انا يا بنتي ابعتها لك. انت مالك؟ الله انا ابعتها لك. انت فين في القاهره؟ بجد يعني؟ والله التجمع الاول. التجمع. التجمع الأول. التجمع الأول. طب اديني لغاية بالليل كده. يعني ممكن بجد؟ ممكن. ماشي. ماشي. تمام. بس ابعتي لي العنوان تفصيلا بس. ماشي ماشي شكرا. ماشي بالعفو. ابعت لك اللوكيشن؟ يا ريت. تمام ماشي. ماشي اتفضل. Allez.